هل تساءلت عن ما هي قصة صورة الرأس المقطوع التي تداولت بشكل كبير خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي؟ وما علاقة تلك الرأس المقطوعة والمليئة بالثعابين بالحركات المناهضة للنسوية من الأساس؟ ولماذا انتشرت بين النساء بالتحديد وفي وقت قياسي؟ وكيف أصبحت رمزا للعلامة التجارية الشهيرة فيرساتشي؟ لتعرف القصة من البداية تابع هذا الفيديو لنهاية لتستكشف المزيد، واترك لنا رأيك في التعليقات. لكن قبل البدء، المرجو الاشتراك في قناة غموض وحقائق وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. هذا الفيديو برعاية yotiblink.com، مساندكم المجاني لقناة يوتيوب ناجحة. ميدوزا أو ميدوزا لا يهم، فقط الشيء الهام هو معرفة قصة تلك المرأة، فهو اسم لامرأة في أسطورة إغريقية، وكان لها أختين تدعى الأولى سيثينو والأخرى أوريال. كان هؤلاء الأخوات شديدي الجمال وكن راهبات في المعبد، وهناك ثلاث افتراضات لم تثبت بعد عن السبب الحقيقي وراء تحويل الأخوات إلى جورجونيات بمعنى مرعبات. الافتراضية الأولى تقول بأن ميدوسا دعت أنها جمل من أثينا، وأثينا تلك يقال أنها إحدى الآلهة الكبار. والافتراضية الثانية تقول أن ميدوسا ادعت أن شعرها أجمل من أثينا. والفرضية الثالثة قالت أن ميدوسا مارست الجنس مع بوسيدون إله البحر في معبد أثينا، أو أنه اغتصبها رغما عنها. وتلك الفرضية الأخيرة هي الأكثر انتشارا وأكثر الفرضيات منطقية، وذلك لأن الأخوات الثلاث كن شديدي الجمال وكن كاهنات في معبد أثينا، وكانت ميدوسا توصف بالنقاء. لكن بعد أن مارست ميدوسا الجنس مع بوسيدون غضبت أثينا، لأن ميدوسا قد دنست المعبد فحولتها إلى وحش، وحولت إخواتها إلى وحوشهن الأخريات بسبب عدم نصحهن لها بألا تقولا أنها أجمل من أثينا. وبعد أن تحولنا جميعا إلى وحوش، قررنا الذهاب إلى منطقة معزولة في كهف مظلم، واختلف الرواة في تحديد مكان هذا الكهف، لكن المشهور أنه كان في منطقة أنطاليا حاليا، وكانت ميدوسا نصف إله، أي أنها فانية. وبما أنها أصبحت وحشا الآن، فإذا يجب قتلها، وبالطبع قاتلها سيكون بطلا. فكان بيريسيوس فارسا قويا فتولى من الملك تلك المهمة، لأن الملك كان يريد زواج بأم بيريسيوس، فأرسله إلى تلك المهمة المستحيلة، وذلك لأن ميدوسا بعد أن أصبحت وحشا تحول شعرها الطويل إلى ثعابين وعيناها الجميلة إلى سلاح يجعل كل من تنظر إليه يتحول إلى حجر. ولأن بيريسيوس كان ابنا للآلهة زيوس، فقد زودته الآلهة بأسلحة تعينه على قتل ميدوسا وقطع رأسها. فقام هاريس إله العالم السفلي بإعطائه خوذة تجعله يختفي عن نظر أعدائه، في حين أن هيرمس رسول الإله وآلهة البحارة قام بإعطائه حذاء يعطيه القدرة على الطيران، وأيضا أثينا أعطته درعا يعكس الصورة كي يتفادى النظر إلى عين ميدوسا. وأيضا أخي غير الشقيق هيفيزيتوس الذي كان إله الحدادة والصناعة أعطاه سيفا قويا يقطع من ضربة واحدة. وبعدها ذهب بيريسيوس إلى الكهف ووجد الأخوات نائمين، فارتدى خوذته لكي لا تراه ميدوسا، واستخدم درعه وباغة ميدوسا حتى قطع رأسها ووضعها في حقيبته، وخرج من عنق ميدوسا حصان بجناح بيغاسوس وأخيه كرياسور الخنزير المجنح الضخم ابن بوسيدون الذي حملت به في المعبد، والذي تكون من دم ميدوسا، واللذين كانا أبناء ميدوسا. فاستيقظ أخوات ميدوسا ليقضوا على بيريسيوس، ولكنه سرعان ما ارتدى الخوذة واختفى، ثم ارتدى الحذاء وطار بعيدا وخرج من الكهف. وبعد الكثير والكثير من الحروب والصراعات، قام بيريسيوس بإعطاء رأس ميدوسا إلى أثينا، التي في نهاية الأمر وضعت رأس ميدوسا على درع بيريسيوس، وانتهت الأسطورة إلى هنا. ولكن التاريخ خلد أسطورة ميدوسا، فمن جهة الآثار فقد عثر على رأس امرأة تغطيها الأفاعي على يد بعثة تركية أمريكية في مدينة أنطاليا في عام 2015، وتلك المدينة هي التي ذكرت الأسطورة أن الأخوات هربن إلى الكهف الذي كان بها، بالإضافة إلى أن رئيس البعثة مايكل هوف قال أن الرأس لم يكن تمثال بل كان على واجهة أحد المعابد، وتلك المعابد كانت قد اكتشفت من قبل.
فبعد انتشار أسطورة ميدوسا استخدمها الشعراء في شعرهم، والفنانين استخدموا أسطورتها أيضا خلال أعمالهم. والآن لعلك تتساءل ما علاقة تلك الأسطورة بالانتشار الواسع الذي حصل منذ فترة قصيرة، وسبب شهرة رأس ميدوسا بين الحركات النسوية التي تناهض بحقوق المرأة في مختلف البلاد. هي قصة ميدوسا لأنهم يعتبرونها تمثل النساء الذين يتعرضن للتحرش اليوم، وذلك لأن المجتمع يرى الجاني لا تقع عليه أي مسؤولية، بل يلوم النساء ويحول الضحايا منهن إلى متهمين مثل ما حدث مع ميدوسا. فلقد تعرضت للاغتصاب من إله البحر، وتعرضت للظلم مرة أخرى حينما فقدت جمالها، وفي النهاية قتلت بدم بارد. فوجد أنصار المناهضة النسوية أسطورة ميدوسا ملاذا للتعبير عن الظلم الواقع عليهن من المجتمع والجاني قبل المجتمع، وهذا سبب انتشار رمز رأس ميدوسا، لأن تلك المنظمات النسوية تتخذ من رأس ميدوسا رمزا لها يعبر عن قصتها والظلم الواقع عليها. وبحسب آخر الإحصائيات أنه خلال أسبوع واحد غرد أكثر من 150 ألفا من النساء رمز ميدوسا، مما جعل العالم العربي الذي كان يوجد به قلة قليلة هي فقط من تعرف أسطورة ميدوسا، أصبح الكثير يعرفها الآن. وتحولت أسطورة ميدوسا إلى رمز التعبير عن الحقوق النسوية ضد العمل الذي أصاب المجتمع. والآن وبعد أن تعرفت إلى القصة الكاملة وراء رأس ميدوسا المنتشرة بكثرة، أخبرنا برأيك فيما يحدث من ظلم للنساء اللاتي يتعرضن للاغتصاب دون حتى أن يلاقوا دعما من المجتمع أو محاسبة الجاني. واقترح لنا مواضيع أخرى شيقة تثير أسئلة بداخلك وتبحث عن أجوبة لها. ولا تنسى متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة. إذا أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس.